فقد قال حسن البنا قديما: لما تجلت أخطاء الممارسة السياسية باسم الدين ووقعت مآس بسبب ذلك مصبوغة بالدماء، قال متطهرا: لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه، أعلم الإسلام وأربي الناس عليه. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولا قمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم. قال هذا بعد أن وقع ما وقع وتجلت أمور وتكشفت أحوال، ولكن لم يكن لقوله هذا من فائدة. كذلك من الأصول التي عندهم الأصل التقية، فلدي الأخوان المسلمين التقية وهو إظهار خلاف ما يبطنون، وهذا سطره حسن البنا. فحسن البنا عام 1940 أسس التنظيم الخاص الذي كان من مهماته المتفجرات المنشورات إلى آخره، ذكرها محمد عبد الحليم في كتابه أخوان المسلمين حياة صنع التاريخ، ذكر من مهام التنظيم الخاص. فأسس التنظيم الخاص، وعام 1944 بايع جمال عبد الناصر على هذا التنظيم، وهو تنظيم يسعى للانقلاب على الملك فاروق. عام 1946 أرسل رسالة مفتوحة للملك فاروق يثني على الملك فاروق ويقول: إن الإخوان المسلمين يفزعون إلى جلالتكم، وإن الإخوان المسلمين كذا، وأخذ يثني عليه ويدعو له بالحفظ وواو إلى آخره، وهو يخطط للانقلاب عليه من عام 44، وأسس التنظيم من عام 40 قبل 6 سنوات من هذا الرسالة. فهذا من أمور التقية التي عند الإخوان المسلمين. وذكرنا قبل قليل قضية محمود الصباغ في قضية التقية، عندما قال أن كتاب حسن البنا عندما تبرأ من ذاك الرجل، عندما تبرأ من ذاك الرجل إنما كان هذا التبرؤ من باب أن الحرب خدعة. فالقوم عندهم تقية، يظهرون خلاف ما يبطنون.